بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن. رجعنا لكم من جديد إن شاء الله. اليوم نكمل درسنا السابق. أعتقد ظل علينا الأسئلة بس، اللي هن صفحة 78، أسئلة درس سورة الإسراء، توجيهات شرعية وأخلاقية، الجزء الثاني. إن شاء الله اليوم نحل أسئلة الدرس صفحة 78، ونبدأ بدرس أخلاق المسلم، يعني درس كمان خفيف وجميل جدا. إن شاء الله أنه تكونوا مستمتعين معنا بإذن الله عز وجل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا يحكي لنا السؤال الأول: اشتملت الآيات الكريمة على مجموعة من التوجيهات في مجالين نذكرهما. إذا تتذكروا كتبنا سؤال في المرة الماضية إنه إيش التوجيهات اللي اشتملت عليها الآيات الكريمة في مجالين، أولا المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي. إذن هنا نكتب المجال الاقتصادي والمجال أيضا الإيش الاجتماعي. واحد اثنين، واحد مجال اقتصادي، اثنين المجال الاجتماعي. السؤال الثاني: بين معنى المفردات الآتية. محسورة، نرجع هون، محسورة نادما، محسورا نادما. ثم قال: ويقدر أي يضيق الرزق، يضيق الرزق. ثم إملاق اللي هو الفقر، اللي هو معناها إيش الفقر، اللي هو إيش الفقر. هيا واحد ثنتين ثلاث، جواب سؤال اثنين. طيب الآن سؤال ثلاث: اقرأ قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم أجب عن الأسئلة الآتية: بما شبه الله تعالى كلا من البخيل والمسرف. كمان هذا السؤال أعطيتكم إياه في الدرس الماضي، اللي هو هون نجده، عفوا هيو، فقد شبه الله. إذن إجابة سؤال ثلاث الفرق ألف هيها: فقد شبه الله تعالى البخيل بمن يربط يده إلى عنقه، كما شبه المسرف بالذي يبسط يده لينفق جميع ما فيها. طيب ما النتيجة ب، هذا سؤال ثلاث ألف جاوبنا وراء ب، ما النتيجة المترتبة على كل من البخل والإسراف؟ أيضا جوابه في نفس الفقرة، ولكن بعدها هون حط جواب سؤال ثلاث الفرق ب: وبين أن البخل والإسراف لا يأتيان بخير، بل يكون صاحبهما مذموما عند الله وعند الناس متحسرا نادما على ما فعل. تمام، إذا هي إجابة سؤال ثلاث الفرع ب: أن البخل والإسراف لا يأتيان بخير، بل يكون صاحبهما مذموما عند الله وعند الناس متحسرا نادما على ما فعل. تمام حبايبي. طيب الآن سؤال أربعة يحكي لي: علل تحريم الله تعالى للزنا، لماذا حرم الله عز وجل الزنا؟ الإجابة نجدها هنا. إذا نحط هون جواب سين أربعة اللي هو: لما حرم الله عز وجل الزنا؟ يحكي لي الإجابة: لما له، طبعا حددناها أيضا المرة الماضية، لما له من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، فهو سبب رئيسي في هدم المجتمعات وتفكيك الأسر واختلاط الأنساب وانتشار الفساد والأمراض الفتاكة وتعجيل العقوبة من الله عز وجل. طيب الآن سؤال خمسة: أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها. بدنا نعبي هاي الفراغات بالكلمات أو المصطلحات التي تناسبها. أولا قتل الأولاد خشية الفقر من فعل من أفعال أهل مين؟ من هم اللي كانوا يقتلوا أولادهم خشية الفقر؟ اللي هو من فعل أهل الجاهلية. من فعل أهل مين؟ أهل الجاهلية. إذن نكتب هون فقط إيش الجاهلية. طيب عد النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على النفس الإنسانية من، لما النبي صلى الله عليه وسلم عد الاعتداء من النفس، الاعتداء على النفس الإنسانية من إيش عدها؟ شوفوا هيها: وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من إيش؟ من المهلكات. إذا نضع هون المهلكات، النبي صلى الله عليه وسلم عد الاعتداء على النفس الإنسانية من المهلكات. طيب جعل الله تعالى لولي المقتول سلطة على القاتل بالقصاص. إذن الله عز وجل جعل لأهل القتيل، إذا لا سمح الله واحد مات له إنسان، حق. طب كيف يأخذ حقه؟ إما بأن يقتل القاتل. إيش الثانية؟ الثانية هون هيها:
أو أخذ الدية أو العفو عنه أو إيش أو أن يعفو عنه. إذا نكتب إنه يأخذ الدية أو إنه إيش أو إنه يعفو عنه بشرط إيش حكينا تتذكر، وبشرط إنه إذا أراد أن القاتل يقتل يعني بده القصاص بده العدل، إيش الشرط اللي حكينا؟ حكينا مين يقوم بتنفيذ ذلك؟ إنه ينفذ ذلك إما ولي الأمر اللي هو الحاكم اللي هو مثلا الملك، أو من إيش يعينه اللي هو نائبه أو من يوليه. إذا ويكون تنفيذ ذلك هي الشرط بيد الحاكم أو من يوليه الحاكم، وهاي الإجابة نضعها هون. إذا يكون بيد الحاكم بشرط أن يكون بيد الحاكم أو من يوليه الحاكم. أتمنى تكون الإجابات واضحة بسيطة سهلة، وإن شاء الله ما فيها شيء صعب، وأي شيء تحتاجوه أنا جاهز لأي استفسار سواء من خلال يعني صفحة المدرسة أو من خلال أنا صفحتي الشخصية. طيب الآن درس من أخلاق المسلم وهو حديث نبوي شريف. اليوم درسنا إن شاء الله حديث نبوي شريف من أخلاق المسلم. من عنوان الحديث نستنتج أن الحديث بده يحكي لنا عن بعض الأمور وبعض الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها المسلم. وهو إجا يعني مش بتفصيل في أشياء معينة مثلا، ولكن جاء عام يتحدث عن نهج المسلم، عن خلق المسلم العام بشكل عام، كيف لازم يكون المسلم؟ إيش الأوصاف اللي لازم تكون حتى نحكي إنه هذا الإنسان مسلم؟ إيش لازم يتوفر في هذا الإنسان حتى فعلا ينطبق عليه أنه إنسان مسلم؟ في البداية نقرأ الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أولا في بداية الحديث عرفنا أن راوي الحديث هو من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. تمام، هذا هو راوي الحديث. طيب الآن نعيد الحديث مرة ثانية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يعني بشكل عام ايش فهمت من الحديث؟ ايش خطر في بالك؟ المسلم من سلم، ايش يعني سلم الناس من لسانه ويده. شايفينها حتى حاطين لي اياها هون في اتدبر، بدنا نستخرج معنى سلم. ايش معنى سلم؟ يحكي لنا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ايش معنى سلم؟ سلم معناها أمنة، أي أمن الناس من لسانه ويده، يعني ما يخافوا الناس عليه، عفوا ما يخافوا الناس من لسانه. يقولك والله لسانه مثلا سيء، يشتم، يسب، يغتاب، ينم. أيضا وسلم الناس من يده، فما يبطش بيده وما يعتدي بها على الآخرين، ما يعتدي على أموالهم، ما يعتدي على أرض على أعراضهم. إذا إيش معنى سلم؟ هاي معناها أمنة، معناها إيش؟ أمنة. طيب والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ايش يعني المهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ ايش معنى هجر المهاجر؟ هسه احنا نعرف فضل المهاجرين لما تركوا ديارهم واموالهم ونسائهم وكل اشي من اجل الاسلام، صح؟ شوفوا اراد النبي صلى الله عليه وسلم يحكي انه يعني المهاجر، يعني مش بس المهاجر ايضا اللي هاجر مع النبي، لا، انت تقدر تكون مهاجر زي كأنك هاجرت مع النبي. طيب كيف هجر ما نهى الله عنه؟ شو يعني هجر؟ يعني ترك، انك تترك الامر اللي ينهى الله عز وجل عنه. اذا تركنا الامر اللي ينهى الله عز وجل عنه، نحن نكون ايش؟ مهاجرين باذن الله عز وجل. طيب الان طبعا مش مهاجرين فعلا، حكما ان شاء الله، يعني اجرنا باذن الله عز وجل كأجور الصحابة. طيب الآن وجوب حفظ اللسان. أولا نشرح الحديث النبوي الشريف. طبعا الحديث النبوي الشريف تناول موضوعين، أولا اللي هو أن يسلم الناس من لسانك ويدك، ثم أن تهجر ما نهى الله عنه. إذن التزام أوامر الله عز وجل، التزام أوامر الله عز وجل. إذن لو حكينا بين موضوعات الحديث النبوي الشريف، أو أذكر هون لو حكينا أذكر الموضوعات اللي تناولها الحديث، اللي هي أول واحد حكينا أن يسلم الناس من لسان المسلم ويده، فلا يأذيهم لا بلسانه ولا بيده.
ثانيا أن تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، يعني أن تلتزم طاعة الله عز وجل، أن تلتزم طاعة الله عز وجل. فها هي الموضوعات يعني أنت تستنتجها من الحديث اللي تناولها الحديث النبوي الشريف. طيب الآن نأتي على إيش؟ نأتي على شرح الحديث النبوي الشريف. أولا تناول الحديث النبوي الشريف وجوب حفظ اللسان، وجوب حفظ اللسان. طيب الآن مش بس الإنسان يجب أن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه وإيش ويده أيضا، نحطه هون ويده لأنه هو بالحديث أصلا يعني من سلم الناس من لسانه ويده مش بس باللسان. إذا حكينا بين الجزء الأول من الحديث الشريف أن المسلم حريص على حفظ لسانه ويده، فيبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين بلسانه، سواء بسبهم أم السخرية منهم أو الغيبة والنميمة أم الكذب بالقول والعمل. وكذلك فإنه يبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين بيده، فلا يعتدي عليهم بالضرب، ولا يعتدي على أعراضهم، ولا على أموالهم الخاصة أو العامة. إذن زي ما حكينا في بداية الحديث الشريف أنه جاء يحكي لنا أنه المسلم هو دائما إذا تريد أن تكون مسلما لابد أنك تحفظ لسانك، تبتعد عن أنك تلحق الأذى بالآخرين سواء كان بلسانك أم بيدك. بلسانك مثل إيش؟ مثل لا سمح الله تسب إنسان، تشتم، تسخر من إنسان، تغتاب إنسان، تستهزئ من إنسان، تلقب إنسان، ولا تنابز بالألقاب الله عز وجل يقول. طب بيدك أنك ما تعتدي عليه بالضرب، ما تعتدي على أعراضه ولا على أمواله سواء كانت هي أموال عامة أموال إيش خاصة. إذن لو كتبنا سؤال أنه بيّن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده، لو حكينا أنه بيّن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الإجابة راح تكون، إذا السؤال إيش راح يكون؟ ممكن يكون إنه أجيب لك مثلا قول النبي اللي هو هون المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، فقط أجيب لك هذا الجزء وأقول لك بين هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. تحكي لي أن المسلم حريص على حفظ لسانه ويده، فيبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين سواء بلسانه بسبهم أم السخرية منهم أم الغيبة أم النميمة أم الكذب بالقول والعمل. وكذلك فإنه يبتعد عن إلحاق الأذى بالآخرين بيده، فلا يعتدي عليهم بالضرب. وكمل يعني هو سهل يعني إشي بسيط، إنه لو أنا جبت لك مثلا إنه بين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، تحكي لي إنه المسلم حريص على أن لا يعتدي على الآخرين سواء كان بلسانه أم بيده، فلا يعتدي عليهم بلسانه بالسب أو الشتم أو الغيبة أو النميمة أو الكذب، ولا يعتدي أيضا عليهم بيده بالضرب أو بالاعتداء على أعراضهم أو الاعتداء على أموالهم. سؤال بسيط وجوابه أبسط بإذن الله عز وجل. يعني من صور إلحاق الأذى بالآخرين، لو كمان حكيت لك من صور إلحاق الأذى بالآخرين باللسان، تحكي لي السب، السخرية، الغيبة، النميمة، الكذب بالقول والعمل، يعني بسيط بإذن الله عز وجل. عندي هون أتدبر وأستخرج، أتدبر وأستخرج، بدنا نتدبر النصوص الآتية ونستخرج منها أنواع كف الأذى عن الناس. إيش نوع كف الأذى عن الناس؟ طبعا يا ريت يعني أنا أقرأ الآية، يعني وقف توقف هيك وتحاول تحل حالك وبعدين تكمل معي. طيب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. طيب منهم الآن إيش نوع كف الأذى الذي ذكر في هذا النص؟ شو رأيكم يا أيها الذين آمنوا إيش؟ شوفي هون إيش، لا يسخر قوم من قوم. إذن نوع كف الأذى هو إيش؟ السخرية والاستهزاء. السخرية حط هون السخرية والاستهزاء. طيب الثانية خليني نجي على الثانية. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. طيب إيش نوع كف الأذى المذكور هون؟ شو رأيكم؟ الغيبة وحرمة الغيبة. حرمة إيش؟ الغيبة، حرمة الغيبة. طيب الثالثة
إذن الثاني حكينا حرمة الغيبة. الثالثة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إيش نوع كف الأذى المذكور هون؟ يؤذون المؤمنين والمؤمنات، إذن إذا الآخرين، إذا الآخرين، إذا الآخرين، إذن الثالثة إجابة إذا الآخرين. ثالث الأخيرة اللي هي دال أو أربعة، قال الله عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إيش كف نوع كف الأذى المذكور في هذه الآية؟ نعم، هو حرمة الإفساد في الأرض، حرمة الإفساد في الأرض. إذن شرحنا أول نوع أو أول موضوع تناوله الحديث النبوي الشريف، وجوب حفظ اللسان واليد. ثاني موضوع شوفوا ما أبسط وما أجمل درسنا، ويكون الدرس انتهى. طيب، التزام طاعة الله تعالى حكينا، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، أشار الجزء الثاني من الحديث الشريف في قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إلى وجوب أن يلتزم المسلم طاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره فيما أمر به، واجتناب نواهيه فيما نهى عنه. إذن لو كتبنا هون سؤال: إلى ماذا أشار قول النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ إلى ماذا يشير هذا القول؟ 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 الإجابة تكون إلى وجوب، هي الإجابة، إلى وجوب أن يلتزم المسلم طاعة الله، إلى وجوب أن يلتزم المسلم طاعة الله وتنفيذ أوامره فيما أمر به واجتناب نواهيه فيما نهى عنه. طيب الآن شوفوا بعد هيك شي يحكي لي: وتكون الهجرة بكره المعصية وعدم الوقوع أو المشاركة فيها، وتجنب المجالس والأماكن التي يعصى الله فيها. وقد عد الله تعالى هجرة الذنوب والمعاصي من أعظم أنواع مجاهدة النفس، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن هجر الذنوب والمعاصي المسارع إلى التوبة والشعور بالندم على ما اقترف من معاصي وآثام. إذن زي ما حكينا لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر والمهاجر عفوا من هجر ما نهى الله عنه، يعني الله عز وجل بده إياك تلتزم بطاعته وتجتنب الإشي اللي ربنا أمرك إنك تجتنبه. طيب إذن هذا هو معنى قول النبي. طيب كيف تكون هجرة المعاصي؟ نكتب سؤال: كيف تكون هجرة المعاصي؟ الإجابة نلاقيها هون: وتكون الهجرة أولا بكره المعصية، ثانيا عدم الوقوع أو المشاركة فيها، ثالثا تجنب المجالس والأماكن التي يعصى فيها الله، وأيضا ومن هجر الذنوب شايفينها والمعاصي المسارعة إلى التوبة والشعور بالندم على ما اقترف من معاصي وآثام، والشعور بالندم على ما اقترف من معاصي وأثام. يعني كيف بدك تهجر المعصية؟ كيف بدك تترك المعصية وتبعد عنها تكون فعلا هاجر لها؟ أول شيء تكره المعصية، تحاول أنك ما تقع فيها، وإذا وقعت فيها يجب أنك تسرع إلى التوبة، تشعر بالندم على الذنب اللي أنت وقعت فيه، طبعا الله عز الغفور الرحيم، وأنك تتجنب المجالس التي يعصى فيها الله عز وجل، حتى يعني ما تشارك في معصية، حتى أنت ما تكون في بيئة يعني مهيئة لك أنك تشارك في معصية. طيب الآن أفكر في سبب تقديم الإيذاء باللسان على اليد في الحديث الشريف ثم ألخص. يعني بده إيانا نفكر ليش الله عز أو عفوا ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه بعدين يده؟ ليش محكى من يده بعدين لسانه؟ هذا يعني أتمنى أنه كل واحد منكم يحاول يحله ويبعث لي إياه بأي طريقة يتواصل معي إن شاء الله ويفرجيني الإجابة، سواء من خلال صفحة المدرسة أو من خلال صفحتي. والآن آخر إشي في الدرس، زي ما حكيت لكم درسنا بسيط وخفيف، نشوف الفوائد والقيم المستفادة من الدرس: ألتزم طاعة الله تعالى وأبتعد عن معصيته، أصون لساني وجوارحي عن أذى الناس. كل واحد يكتب لنا فائدة ثالثة استفادها من الدرس، سواء بيحكي لي ألتزم أو عفوا أحرص على المسارعة إلى التوبة، أتجنب المجالس التي يعصى فيها الله. كل واحد يحكي لنا
إيش أيضا استفاد من هذا الدرس؟ آخر الدرس، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.